السلام عليكم، أهلا بيكم في آخر محاضرة في المشروع العمل اللي احنا شغالين عليه ده. أولا أنا متأسف على التأخير اللي حصل مني، ولكن بسبب ظروف العمل والوقت ما كانش متاح إن أنا أقدر أنزل المحاضرة دي. في المحاضرة دي إن شاء الله هنبدأ نكمل المشروع بتاعنا اللي احنا كنا شغالين عليه. احنا فاضلنا هنا آخر تاب، واحنا لما نضغط عليها التاب دي اسمها الكالكيوليشن. لما نضغط عليها استكمالا بقى للمحاضرة اللي فاتت، لما نضغط على العلامة ديت هنلاقي أول قسم موجود عندنا هو الكالكوليشن مود. الكالكوليشن مود ده منه نوعين، الديموند والسبلاي. الديموند ده أنا بختاره لما يكون المشروع بتاعي أنا بعمل له الحسابات بتاعته لأول مرة. يعني إيه؟ يعني أنا ما عنديش بامب في المبنى وعايز أعرف الفلوريت والبريشر للبامب دي وأعرف هما قد إيه. طب لو انا فعلا عندي بامب في المبنى وجه المبنى ده زود كمان دور، فعايز اعرف البريشر بتاع البامب دي هيوصل لاعلى دور بكام، فبنختار اللي هو السبلاي مود. ففي المود ده احنا بنمشي الموضوع بالعكس، بدل ما كنت بقول انا عايز بريشر عند اعلى رشاش مقداره كذا، لكن انا هنا بقول ايه؟ بقول ضغط المضخة بكذا، وقول لي انت بقى ضغط ابعد رشاش مقداره قد ايه. لو جينا علمنا على الديموند فهو بيطلب حاجتين اتنين، اول حاجة المينيمم ريزيدوال بريشر ات اتش ام دي سبرينكلر مود. اتش ام دي ده اختصار لهيدروليك موست ديموند، معناها ابعد سبرينكلر موجود الضغط مطلوب عنده كام. في المحاضرة اللي اتكلمنا عن السبرينكلر سيستم كنا قلنا ان المينيمم بريشر للرشاش كان عبارة عن كام؟ 7 بي اس اي. بكتب هنا 7. بعد كده بيطلب المينيمم ديزاير دينستي، وفي هنا الماكسيمم نودال بريشر، ده عبارة عن ترايل وايرور البرنامج بيعمله عشان يقدر يطلع الحسابات بتاعتنا. فالقيم اللي موجودة اللي احنا نقولها دي هي ثابتة لأي مشروع ولأي خطورة ولأي ابلكيشن. يعني في الماكسيمم نودال بريشر دي احنا بنحط القيمة بنص بي اس اي، والانيشال دامبنج فاكتور ده احنا بنحطه ب4، والمينيمم دامبنج فاكتور بنحطه ب2. عشان نشوف الاوتبوت داتا بنضغط على كالكيوليت. اول حاجه فيها هنا بيديني حاجه اسمها النمبر اوف يونيك بايب سيكشن، دي معناها عدد البايب اللي احنا دخلناها في الرسم 3 دي اللي احنا كنا عاملينه المره اللي فاتت. المعلومه دي هي معلومه ما تهمنيش قوي. تحتها في النمبر اوف فلوينج سبرينكلر، ده عدد الرشاشات، ودول اللي احنا برضو دخلناهم المرة اللي فاتت. وتحتيهم في حاجة اسمها الماكسيمم فلو فيلوسيتي بالفيت بير سكند، وهنا بيقول لي أقصى سرعة حصلت في المواسير كانت في ماسورة رقم كام، اللي هي الماسورة من 6 ل 36، ومقدار السرعة دي قد ايه من الكود الـ NFPA. هو الكود ما ألزمنيش بسرعة ماكسيمم في شبكة المواسير. في ناس بتقول ان أقصى سرعة هي 20 فيت بير سكند، هو الكلام ده صح بس ده في البامب روم، لكن في شبكة الحريق الكود ما ألزمنيش بسرعة قصوى. فالموضوع يعني الموضوع فيه ريكومندد ان هي تكون السرعة من 20 ل 25 فيت بير سكند، بس ما فيش إلزامية موجودة عندي بالنص كده. طب ليه الرينج ده؟ ليه احنا بنقول من 20 ل 25؟ لان لما السرعة بتزيد عن المدى ده بيكون عندي مقدار الفريكشن لوزز كبير شوية، فبالتالي لازم ضغط البامب يزيد عشان يتغلب على الفريكشن لوزز ده، فكده انا بخسر لان سعر الطولمبة هيزيد. طب لو السرعة زادت عن 25 بروح الماسورة اللي هو محددها لي دي من 6 ل 36. يعني احنا لو جينا ننزل في التقرير عندنا هنا ندور على النقطة 6 ل 36، لما اجي هنا الماسورة دي بتاعتنا هنا اهي، اشوف انا في الرسم كنت مدخل قطر الماسورة بكام، وابدأ يعني اكبر قطر الماسوره دي، لان لما اكبر قطرها السرعه هتقل، فيقوم ايه مقلل السرعه تاني، وابدا اعيد الحسابات. يعني ارجع بره بقى في التقرير او في الصفحه اللي ورا ديت اللي احنا كنا بندخل فيها اللي هي الصفحه دي، ابدا اعدل البيانات بتاعتي في الديامتر هنا، اقوم اغير قطر الماسوره واغير بقى بقيه قطر المواسير على حسب الرسم اللي احنا كنا شارحينه في المحاضرات السابقه، وبعد كده ارجع اعمل كالكيوليت تاني واشوف السرعه هنا هتطلع من كام. طبعا هي السرعه معانا طالعه في الماسوره، هيقول لك اقصى سرعه موجوده في الماسوره 6 و36
هي الماسوره دي اقصى سرعه موجود فيها كام؟ 22 فيت بير سكند، واحنا قلنا الريكومندد من 20 ل 25. في عندي هنا السبرينكلر فلو، وده التوتال سبرينكلر فلو مقداره كذا جي بي ام، يعني الثمان رشاشات اللي عندي التوتال فلو بتاعهم هو بالرقم ده. وتحتها كده في حاجه اسمها النون سبرينكلر فلو، ده اللي احنا حاطينه ب 100 جي بي ام، اللي هو بتاع مين؟ اللي بتاع الفاير هوز كابينت. قصادها هنا في ديموند فلو ات سيستم انفلو نود، وده ب 338 جي بي ام. ده كده التوتال فلو ريت للسيستم اللي محتاجه كله. وفوقها على طول هو عبارة عن ريزيدوال بريشر، وهو عبارة عن 83 بي اس اي، وده كده ضغط السيستم اللي عندي. لما نرجع للرسم بتاعنا تاني هنلاقي ان كان احنا ابعد رشاش عندي هو 24 ابعد رشاش عن غرفة الطلمبات. هنلاقي في البرنامج ان ال HMD سبرينكلر نود نمبر هو 24، ده ابعد رشاش فعلا موجود عندي. وكده البريشر بتاع الضغط اللي عند الرشاش ده ب 12 بي اس اي، والفلوريت اللي موجود عند الرشاش ده. طيب في خطأ بقى موجود هنا، ان ضغط الطلمبة اللي موجود عندي هو معدي البي ال 100 بي اس اي ولا لا، عشان عندي فيه فاير هوز كابينت وضغطها كام؟ 100 بي اس اي. فهو كده اقل من ايه؟ اقل من ال 100 بي اس اي، فلازم ارجع للتاب بتاعت الكالكيوليشن واخلي المينيمم ريزيدوال بريشر بكام؟ ب 15 وليكن 15 بي اس اي، وبعد كده اقول له كالكيوليت. احنا دلوقتي هنشوف بقى هنعمل ترايل اند ايرور ونشوف. لا هنا الضغط رفع معايا ل 92 بس ما وصلش ال 100 بي اس اي. ليه؟ لان احنا قلنا احنا عندنا فاير هوز كابينت هي اللي معلي ضغط الطلمبه، فيبقى ضغط السيستم اللي عندي اللي محتاجه هو 83 زي الاول، لكن انا ضغط السيستم محتاج ان هو يبقى 100 بي اس اي، لان ضغط الطلمبه هيكون اقل من ضغط الفاير هوز كابينت. فطبعا 15 مش نافعه، فاحنا نخليها وليكن 20 بي اس اي واقول له كالكوليت ونشوف. فنلاقيها 113، ممكن نقلل شويه ونخليها ب 18 بي اس اي واقول له كالكوليت، فلاقيه بقى ب 105 بي اس اي. تمام، بعد ما خلصنا ببدا احفظ من كنترول واس من الكيبورد، فكده بيحفظ التعديل ده اوتوماتيك على طول. في هنا علامه بقى اللي هي تقدر من خلالها ان انت تطبع التقرير بتاعك وتبص عليه قبل ما تطبعه، فلما نضغط عليه هيطلع معانا تقرير بالشكل اللي هنشوفه ده. ظهر معانا اهو، كبره كده معانا شويه. طبعا البيانات لما تكتبها في الاول خالص بيطلع معاك مين اللي عامل التقرير ده، الحاجات دي بتفرق طبعا. طبعا تقدر تغير البيج من هنا، ادي كده ايه بيج رقم 2، بيتحط طبعا بقى فيه كل البيانات بتاعتك اللي انت كاتبها. لو احنا نزلنا في طبعا بيج رقم 8 و7 بيحط فيه كل النود اللي انت كنت مدخلها، يعني كل البيانات اللي انت كنت مدخلها في البرنامج هتطلع لك بالشكل ده، وبيديك في الاخر السيستم كيرف للنظام او السيستم اللي موجود عندنا. كده انت بقى معاك التقرير، قدرت ان انت تعمل مشروع عملي بنظام الويت بايب سيستم. فان شاء الله هيكون لنا محاضرة او محاضرتين في المضخات، وان شاء الله يبقى احنا كده خلصنا الكورس بتاعنا. فشكرا لكم، ما تنسوش تدعموا القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.